ما هو الشيء الذي ينقلنا من مكان لآخر دون أن يتحرك؟ هو القلب أو إشي زي هيك. القلب؟ نعم، هو القلب ينبض عشان إحنا نعرف نعيش ونتنقل من مكان لمكان. ما هو الشيء الذي ينقلنا من مكان لآخر دون أن يتحرك؟ الطفل. الطفل؟ الطفل. طفل صغير، يعني طفل صغير بضرب معلم. هذا طفل. شيء ينقلنا من مكان لآخر دون أن يتحرك. الحلم. الحلم؟ كيف؟ الحلم ممكن نروح مكان لآخر بدون ما تتحرك. ما هو الشيء الذي ينقلنا من مكان لآخر دون أن يتحرك؟ الزمن. الزمن؟ كيف يعني؟ ممكن ما بتتحرك لو صرت مكان ثاني. ما هو الشيء الذي ينقلنا من مكان لآخر دون أن يتحرك؟ معك 10 ثواني. الطريق. الطريق. برافو، سمعونا زقفين وبستاهل الإجابة الطريق. طبعا جائزتك عبارة عن عطر رجالي مقدم من مصممة العطور لينا لزبون. ألف مبروك حبيب القلب.